صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهل هذه العلامة ثابتة؟ هذه ثابتة لكن ما هي بأول العلامات، هذه والله أعلم آخر العلامات، هذه آخر العلامات. العلامات قال العلماء إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات صغرى وهذه حصلت، وعلامات متوسطة، وعلامات كبرى. العلامات الكبرى مثل ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس من مغربها والنار التي تحشر الناس إلى الشام، هذه العلامات الكبار. نعم.